هو لابد من السياسة سواء في يعني مهما حاولنا نهرب منها في رمضان فلازم انها تبقى موجودة قدامنا بشكل او باخر. الناس ممكن تبقى بتتابع بطبيعة الشهر الكريم يعني دراما ومسلسلات وعايزة تقلل الايقاع شوية، لكن العالم حوالينا ما بيغيرش الايقاع بتاعه. العالم حوالينا لسه بيتعامل مع كل المشاكل اللي بيتعامل معاها يوميا. احنا كنا متعودين في اجيال اتعودت على مشاكل مزمنه، لكن حتى طبيعه المشاكل اللي العالم كان بيتعامل معاها تغيرت. عايز ترسم بانوراما كامله للعالم دلوقتي بيتعامل مع ايه، وزي ما هو قال يعني في اركان العالم الاربعه. النهارده كان في مقال لافت جدا للكاتب الكبير الاستاذ عماد الدين اديب، وحتى الاسم لافت، اسم الجنرال وقت، انه الجنرال وقت ده اقوى واهم الجنرالات دلوقتي في جميع انحاء العالم. في الولايات المتحده الامريكيه هو الاهم، امريكا طبعا وبايدن والانتخابات النصفيه، في الازمه الكبيره اللي بيعيشها العالم الطرفين الاساسيين روسيا واوكرانيا كل واحد فيهم عكس التاني. روسيا عايز يختصر الزمن ويتحداه وباسرع وقت ممكن يحقق اهدافه، بينما الجانب المضاد له الطرف الثاني على طول اللي هو أوكرانيا. الرئيس الأوكراني عايز يطول الوقت ويراهن على قدرته على الصمود. الجنرال وقت هو الأقوى زي ما قال الأستاذ عماد الدين أديب. ولو عايزين يعني تاخدوا بانوراما سريعة عن حال هذا العالم في مقال رشيق العبارة ومباشر جدا، هيبقى مقال الأستاذ عماد عن الجنرال وقت وهو موجود معنا على التليفون. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الو، مش عارف اذا كنت سامعني ولا لا. استاذ عماد، هو الخط مفتوح بس مش متاكد، مش عارف اذا كان استاذ عماد. طيب ممكن نتاكد. انا بس بقول لحضراتكم انه المقال يعني في تفاصيل كتير جدا. انت ممكن تبقى متخيل ان هو بيتكلم بس عن الازمات الحاليه الكبيره اللي هي اوكرانيا وروسيا، الولايات المتحده الامريكيه والصين، الاتفاق الامريكي او الاتفاق الدولي الايراني، لكن هو ما سابش ولا دوله من دول العالم تقريبا فيما يرتبط بالتحدي اللي بتمر بيه بخصوص الوقت. يعني فرنسا والانتخابات، وماكرون ممكن يحقق اللي حققه في الفتره الثانيه لو كسب الفتره الثانيه، هو على وشك انه يكسب الفتره الثانيه صحيح. انجلترا، هل هتقدر تحقق بريطانيا الثمار او التوقعات اللي قدمتها الحكومه ليها بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي؟ كذا حاجه، حتى فيما يرتبط بالجزئيه الخاصه بمنطقتنا، بمنطقه العالم العربي والشرق الاوسط، سواء كان ما يرتبط بمصر او ما يرتبط بالمملكه العربيه السعوديه او ما يرتبط بالامارات العربيه المتحده. يعني مثلا بالنسبه لمصر، يرى الاستاذ عماد الدين اديب انه الرئيس السيسي دلوقتي بيتعامل مع الجنرال وقت او بيتحدى الجنرال وقت في ما يرتبط بتحقيق انجاز كبير على الارض مستمر لتحقيق شعار الجمهوريه الجديده. الاستاذ عماد موجود معايا دلوقتي؟ مساء الخير يا استاذ عماد. مساء النور استاذ الشريف، اهلا بحضرتك. ازاي صحه حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك حبيبي. انا لسه كنت بقول، مش عارف كنت حضرتك كنت سمعتني ولا لا، انه بعبارات رشيقه ومباشره حضرتك حددت انه الخصم الاساسي هو الوقت لكل اطراف السياسه في العالم. بالظبط كده. طب مين الوقت في صالحه؟ انا بدات بمنطق معكوس اذا جاز التعبير. يمكن الوقت الصالح دلوقتي في الازمات اللي موجوده دي، الصين وإيران، لسببين. الصين لأن هي بتخرج من هذه الأزمة، من الواضح أن هي العملاق الصاعد، لأنه الأمريكان بالعقوبات اللي فرضوها على روسيا أضروا بحلفهم في أوروبا وأضروا بأنفسهم من ناحية الأرقام والاستثمارات. وإيران دلوقتي علشان الغرب يريد إعادة تأهيل إيران بأسرع وقت ممكن عشان يستفيدوا بالكميات اللي هي ممكن تضخها في سوق البترول، فينخفض سعر البترول. وحضرتك عارف إن في ثلاث دول في العالم في ترتيب الغاز، نمرة واحد روسيا، نمرة اثنين إيران، نمرة ثلاثة قطر. فروسيا طبعا في المقاطعة، وقطر إمكانياتها ما تكفيش الاحتياطي بتاعها ان هو يغطي فاقد عدم وجود روسيا في السوق.
فيبقى الدولة اللي هي ممكن تلعب دور مهم هي إيران في هذا الموضوع، فإعادة تأهيل إيران يكون لصالحها والوقت ممكن يكون لصالحها. بالنسبة لمنطقتنا، وحضرتك اتكلمت تحديدا عن مصر وعن المملكة العربية السعودية وعن الإمارات، نعم إزاي بيتعامل الأطراف الكبرى على المستوى العربي مع الجنرال وقت؟ خلينا نبدأ بمصر على سبيل المثال. مصر من الأطراف التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها ليست طرفا في هذا صحيح، الصراع بأي شكل مباشر أو غير مباشر. مباشر. مصر دولة مستوردة للقمح، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهذا القمح مصادره الأساسية كانت روسيا وأوكرانيا وأوكرانيا. بالنسبة للواردات المصرية. تاني حاجة، مصر من الدول التي تستورد الطاقة، تستورد البترول، ففاتورتها 600 مليون تضاعفت بسبب تضاعف سعر برميل النفط، اللي هو لمس في بعض الأحيان 140 وبعدين بقى 118 120، والله أعلم ممكن يوصل لفين. ففجأة، وده طبعا تأثير النفط والقمح أثر على الغلال وأثر على الفاينل برودكت، المنتج النهائي نهائي. لكثير من السلع وكثير من الغلال في العالم. يعني القمح مثلا يأثر على زيت الذرة، يأثر على الزيوت صحيح، الأخرى، يؤثر على المحاصيل الأخرى في العالم. فمصر طرف متضرر من هذا الموضوع اقتصاديا. الطريقة اللي تعاملت بها مصر مع هذا الموضوع هي طريقة ذكية، إن هي مثلا بالنسبة للسياح الأوكرانيين والروس اللي هم كانوا موجودين في شرم الشيخ، مصر استضافتهم على نفقاتها على أساس إن هم ضحايا هذه الحرب، طيب وتعاملت بشكل ذكي بحيث إن هي ما تكونش طرف داخل في هذه اللعبة ما بين الطرفين، لأنه في النهاية اللي بيقف مع أوكرانيا هو بيقف مع الأمريكان، فبالتالي يصنف ضد الروس، ضد واللي الروس، بيقف مع الروس يصنف ضد ضد الأمريكان. الأمريكان. فإحنا لنا مصالح عسكرية وتجارية واقتصادية مع الطرفين، ففي الحالة دي لابد من تعامل ذكي، والحمد لله الإدارة المصرية والرئيس السيسي أدار هذا الموضوع بحكمة شديدة. لكن نرجو أن الأمور ما توصلش أن يجي أي طرف من الطرفين يضغط على العالم ويقول يا معي يا ضدي، اللي هي كانت سياسة جورج دبليو طيب بوش، يعني يطلب منك أنك أنت تتخندق في موقف واحد. وهذه الأزمة يجب أن الرأي العام المصري يعرف أنه أي صعوبات ممكن أن نواجهها بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ليست مسؤولية الحكومة، نحن طرف مفعول به، نحن ضحية لحدث كوني، زي ما كنا زي بقية العالم برضو ضحية لآثار الكوفيد الكورونا. والكورونا التي أثرت على السياحة وأثرت على التجارة وأثرت على التقديمات الاجتماعية والنفقات الصحية اللي اضطرينا ندفعها زينا زي كل العالم. يعني ما يحدث لمصر مش غريب، حتى يعني في دول في أوروبا، دول قوية تأثرت اقتصاديا وتضررت اقتصاديا. المواطن الأوروبي بيروح محطة البنزين بيلاقي إنه جالون البنزين ارتفع بنسبة 40%، المصانع الأوروبية تحت ضغط شديد جدا، ويعني انا هما حضرتك مثلا اعرف ناس راجعين من الولايات المتحده الامريكيه خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، بيقولوا انه امريكا اللي هي معروف عنها انها مجتمع الوفره، يعني السلعه هتلاقي من شكلها والوانها بدل النوع 20، بيقولوا ده، قالوا لي ان ده وضع اختلف تماما دلوقتي، السلعه بقت نادره والسعر برضو تضخم بشكل كبير جدا. يعني عشان نلخص الموضوع، نحن نعيش اقتصاد حرب عالمية ثالثة، رغم أن الحرب بين طرفين بس، لكن الحروب بأثارها وأشكالها تتغير نتائجها. احنا في حرب حديثة، هي صحيح مسرح العمليات في أوكرانيا وما بين طرفين هم روسيا وأوكرانيا، لكن تأثيراتها وتداعياتها على العالم كله، لم تسلم دولة واحدة من تداعيات هذه الحرب سواء تجاريا أو اقتصاديا أو عسكريا. يعني الجنرال دلوقتي سلاحه أكيد، جنرال وقت سلاحه الأكيد المؤثر على الجميع هو طرفين الروسي والأوكراني، وده اللي العالم كله بيشوفه بقى كل ده اللي احنا
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع ما بين مسرح عملياته ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، لكن هو صراع بين الغرب من ناحية والعملاق الصيني وحليفه روسيا. يعني مفهوم. ده الهدف النهائي، لكن الآثار تمتد على كل دول العالم اللي هي 210 دولة في العالم. يبدو كده من مقال حضرتك كمان انه الطرف الوحيد اللي بيحاول يطول الوقت، اطاله امد الوقت زي ما حضرتك قلت، هو الطرف الاوكراني، بينما كل الاطراف التانيه عايزه تنتهي من هذا الموضوع باسرع وقت ممكن عشان تتعامل مع اثاره وتحاول تعالجه. ايوه، بس الطرف الاوكراني بيحاول لسبب، لانه الرئيس هو اصلا ممثل سابق ورجل دارس دراما. هو اذا تعامل بمنطق الحسابات كان من اليوم الثالث، اللي هو لما الدول الأوروبية قالت له نوفر لك مخرج آمن ونبعت لك فرقة إنقاذ تخرجك، هو رفض، لأنه صحيح. هو بينظر للموضوع على أنه البطل التراجيدي أي. يفقد قيمته إذا سلم. فهو اللي عمل تغيير في إطالة أمد هذه الحرب هو شعبوية الرئيس ورغبته في أنه هو يقاتل ولا يستسلم. لكن كل الرسائل اللي بيبعتها آخر 3 أسابيع يريد الجلوس مع الرئيس مع الرئيس بوتين، الروسي. يريد مع ايوه لا الرئيس ده رئيس الوزراء، الرئيس الاوكراني يريد الجلوس مع الرئيس الروسي، لكن الرئيس الروسي لا يريد الجلوس الا أيوة. حينما تتحدد نقاط على خطوط التماس ومسرح العمليات، بحيث ان تكون هناك منطقة خالصة مسيطر عليها في شرق أوكرانيا. ما سنشاهده هو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، أي. لما كان في برلين الشرقية وبرلين الغربية، فسيكون هناك شرق أوكرانيا اللي هو يضم الدولتين المستقلتين ومنطقة الشرق والساحل تماما، يقفل عليه فيصبح قد أمن جبهته وحدوده مع أوكرانيا. وغرب أوكرانيا هو لا يريد دخول كييف ولا يريد أن يدخل خطوط حمراء تضطر الغرب إلى تدخل مباشر. هل هنقدر على مستوى منطقتنا العربية التعامل مع الجنرال وقت، وخصوصا أن تحدياتنا مختلفة عن تحديات العالم؟ إحنا تحدياتنا بالأساس سواء على المستوى المصري أو على المستوى السعودي أو حتى الإماراتي إنك تتقدم أو تتطور وسط كل ما يحدث على المسرح الدولي. في 3 حاجات مهمة جدا. أولا نفهم معنى الحرب دي، يعني لأنه إذا ما فهمتش صح إيه هو الغرض من هذه الحرب وما هي تداعياتها في التأثير وفي إعادة صياغة قواعد النظام العالمي الجديد وترتيب القوى ومناطق النفوذ، لأن هذه الحرب سوف يعقبها إعادة توزيع النفوذ في العالم طبقا لنتائج هذه الحرب، زي ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ففي اتفاق هيبقى بين الكبار، غالبا مطلوب أن احنا في الشرق الأوسط ندفع ثمن. فـ1 نفهم اللي بيجري، نـ2 ان احنا نفهم انه لا توجد قوة عظمى سواء في الشرق او في الغرب كائنا من كانت هي حريصة علينا، لكنها حريصة على مصالحها الضيقة الشخصية، ولنذهب ويذهب بقية العالم الى الجحيم. النقطة الثالثة ان قوتنا في ما يسمى بمعسكر الاعتدال العربي، القوى العاقلة في العالم العربي وتحديدا مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، المغرب، إن هو يكونوا متوحدين ويستطيعوا أن يدعموا بعضهم البعض ويمنعوا تداعيات وآثار هذه الحرب على بالذات على الوضع الاقتصادي مما يؤثر على الاستقرار داخل العالم العربي. المفروض ان احنا نتضامن في المرحله دي لانها مرحله مفصليه، العالم تعاد صياغته من اول وجديد، علينا ان نفهم وان ندرك من معنا ومن ضدنا، وان نفهم انه ما حدش هينفعنا غير نفسنا احنا بس في العالم العربي اللي ممكن ان احنا نساعد بعضنا البعض. وهيخرج العالم من هذه الحرب بشكل مختلف عما كان عليه قبلها. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وشكرا جزيلا على هذا المقال. شكرا. تحياتنا لحضرتك يا فندم. شكرا.